بصوا يا شباب، صدور الدجاج بالليمون. معايا صدور فراخ متقطعه شرايح زي البانيه، او ممكن تبقى اطخن شويه، تمام؟ اي عدد بقى، 6 7 8 حسب ما انت عايزه تعملي الكميه. ملح وفلفل اسود، معايا نص كوبايه من الدقيق، تمام؟ معايا معلقه زبده، معلقتين كبار من الزيت، فصين من الثوم المفروم، تقريبا نص كوبايه شوربه، شوربه اي حاجه بقى، فراخ او لحمه براحتك، او ممكن مكعب مرق وميه سخنه هينفع. معلقه كبيره من عصير الليمون، معايا كمان مكعبين زبده، معلقه كبيره من بشر الليمون اللي هو قشر الليمون المبشور ده، بقدونس مفروم، شرايح ليمون، بيتقدم مع الرز الابيض. لو شويه رز ابيض كده مع الفراخ هتبقى خطيره. هسخن الطاسه، انا سخنتها، نشيلها شويه كده عشان الزبده ما تتحرقش، انتوا عارفين كذا مره يحصل معايا الموقف ده. وعايزه اتبل الفراخ، فهجيب القرمه الكبيره كده ونحط فيها كده الفراخ، صدور فراخ شرايح كده اهو، هنتبلها بالملح والفلفل من ايه الجهتين، الملح والفلفل جنبي، ملح وفلفل، الجهة الأخرى كده اهو. ملح، فلفل، بس كده اهو. ونرجع الملح والفلفل لمكانهم. ممكن اجيب مثلا الطبق الحلو ده، هحطه هنا كده جنبي، وهفرد تقريبا نص كوبايه دقيق ولا حاجه كده علشان اعفر فيها الفراخ كده اهو. تعفيره كده ايه خفيفه كده اهو. وعلى النار هنحط زيت بقى وزبدة، ونشوح ايه صدور الفراخ الظريفة دي لغاية لما تاخد لون حلو، وتقريبا بنسبة 85-90% هتكون استوت، تمام؟ عشان تكمل بقى الايه 10% دول لما نعمل لها الصوص اللطيف اللي هنحط فيه ايه عصير الليمون والثوم بقى وكده كده اهو. بس نغير بقى الجلوفز ده، وطاسة زبدة وزيت، بس انا هحط الزيت الاول عشان بس أأمن نفسي الزبدة ما تتحرقش كده. زيت، معلقتين كبار زيت، ومعاهم زبدة، على طول هنزل بالفراخ اللي متعفره بالدقيق الحلوه دي. كده اهو. الوصفه دي بقى بجد لذيذه وسهله، يعني لو انت راجعه من الشغل كده اوام، عايزه تعملي الغداء اوام وتخلصي حاجه ظريفه وطعمها حلو مع رز ابيض زي ما بقول لكم، هتبقى حلوه قوي. انا عايزه بقى الفراخ ايه تتشد كده شويه وتاخد لون ظريف من الجهتين زي ما اتفقنا. ونلم الكلام ده بقى عشان نفضي مكان عشان اللحويس اللحوسل نحطها هنا بس. الفراخ مش هتاخد معاكي وقت ان شاء الله، اول ما تاخد لون هنشيلها كده. وبقيه المكونات هخليها كده قريبة مني، الثوم وزبدة كمان، ومعايا شوربة زي ما اتفقنا، وبشر ليمون، وشرايح ليمون. ايه الاخبار يا فراخ؟ كده اهو،
هي بالتشويحه اللي هتتشوحها دي مع الزبده والزيت هتبقى كفايه خالص، لان شريحه الفراخ بصوا مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، معقوله كده وحلوه. فما تقلقيش لما تقلبيها على الجهتين هتستوي معاكي على طول، مش هتحتاج وقت اكتر من اللازم. كده اهو اهو الفراخ بصوا، يعني محتاجه لها كمان الفراخ دقيقه كمان مثلا بتبقى جاهزه وتمام واستوت، يعني مش لسه، يعني تعتبر خلاص تمام كده. بص الفراخ يعني بتتفرول مني، استوت وهايله. هنطلعها في طبق عشان نكمل بقيه الوصفه، بس ده هيبقى بقى بعد الفاصل. انا جيت خلاص الفراخ استوت، استوت وبقت خطيره. هنطلعها هنا كده في الطبق، صدور الفراخ بالليمون. واحنا عملنا ايه؟ عملنا قبلنا صدور الفراخ بالملح والفلفل وعفرناها بشويه دقيق، وحطينا مكعبين من الزبده على معلقه كبيره من الزيت، وشوحنا الفراخ وسويناها تمام. الباقي بقى ده الزيت مع الزبده هنحط مكعب واحد بس كده من الزبده معاهم، وهنزل بتوم، معلقه صغيره كده من ايه؟ من الثوم المفروم. ومحضره معايا شوربه، اول ما اشم ريحه الثوم شويه كده، يعني حاجه بسيطه، يعني اشم ريحته بس. ايه يا توم كده؟ اه تمام. هقوم طافيه الثوم بالايه؟ بالشوربه. تمام كده. هحط بقى ايه؟ ملح مش كتير، لان الشوربه فيها ملح وفيها يعني متبهره تمام، بس انا هحط كده رشه ملح وفلفل حاجه خفيفه. وايه؟ وعندي بشر الليمون، يعني معلقه كبيره كده من بشر الليمون كده اهو. عايزين نحط كمان معلقه كبيره من عصير الليمون اهو. بس زود ملح شويه بس كده. تمام التمام. بس يا جماعه هو ده كده الصوص. بصوا ظريف ازاي. هجيب بقى الفراخ ارجعها في الصوص الظريف ده هنا كده، ريحته تجنن، الثوم مع الليمون، يا سلام يا سلام. اخر واحده كده اهو. انا بقى شرايح ليمون كده ممكن ايه نحطها كده من فوق تعمل طعم كده ظريف مع الفراخ، يعني هنلاقي القشر ده دلوقتي كده دبل. وبعد كده خلاص هغرفهم على طول. انا بس مستنيه، يعني عايزه 3 4 دقائق بالكتير على الفراخ علشان ايه؟ تتشرب من طعم الليمون ونكهه الثوم والكلام الحلو الظريف ده، والصوص ده كمان يتقل سنه صغيره، يعني يتبخر شويه فيتقل سنه صغيره. وبس نشيل بقى بقيه الحاجات دي. الوصفه بقى دي بجد بجد انا بحبها قوي، لان يعني طعمها كده فراخ، بس فراخ مختلف، ليه نكهه كده مختلفه، فجميل قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حلو بقى ان احنا ممكن نغطس الليمون كده زي ما قلت لكم، تتاكل مع رز ابيض. احنا محضرين رز ابيض هناك اهو ظريف اهو. الصوص ده بقى اللي هنتحط على الرز، يا سلام يا سلام، سلام على جماله بقى كده اهو. وطبعا لا تنسوا في الاخر رشه ايه؟ البقدونس الظريفه، تبقى الوصفه خلصت كده. هندم الطبق بس من اي حاجه ملحوسه، ورش رشه بقدونس وبس خلاص كده. شفتوا سهلة ازاي يا جماعة؟ سهلة سهلة، يعني لولا الزبدة هتقلب هيلسي على طول.
الزبده هيلثي والله يا جماعه، انتوا لو تعرفوا هتلاقوا ان الزبده دي هيلثي.